اللهم صل على محمد. مساكم الله بالخير. من وادي هذا الشام وتحديدا قرية أم هشيم، هذه السيول زي ما تشوفون قدامكم من أمطار أمس ما شاء الله تبارك الله على متركة شمال مكة المكرمة. تصوير ياسر الصاعد. ما شاء الله تبارك الله، والله يا عيال الفطور هنا شيء ثاني، بس تهدأ الرياح الجنوبية هذه. الله الله الله، إن شاء الله إن شاء الله نفطر هنا يا ولد، شيء على كيفك.